يوتيوب ومثل الانستغرام وغيره، وكمان بالاخر اكيد في شق سياسي معين انه عم بتسكرونا على شركاتنا ما بنسكركم على شركاتكم، تحولنا لنا نفتح لكم. فهو اللي هو يعني هذا هو الاطار اللي عم نحكي فيه اليوم. نعود إلى الضرر الذي تتحجج به الولايات المتحدة. عائلات أمريكية كثيرة قدمت شكاوى، نحو 1200 كما ذكرنا. هذا الأمر موجود حتى في دول أخرى وحتى لدى عائلات عربية وفي الشرق الأوسط، هناك شكاوى من هذا المحتوى الذي قد لا يأخذ بعين الاعتبار سن الطفل وهشاشة هذه الفئة. ما قولك في ذلك؟ محتوى الانترنت وكيف عم بيأثر علينا كأشخاص وكأفراد وعلى أولادنا كمان، هذا منه محصور بس بتيك توك، يعني بكل شيء موضوع الإعلام الاجتماعي المضمون الرائج عم بيأثر على طريقة تفكيرنا وتفكير أولادنا فيه. مثلا يعني أنا كبي، يعني أنا مسؤوليتي أولادي، ما في ولا الحق على تيك توك، الحق على انستغرام وعلى يوتيوب، ما أنا مسؤوليتي كيف بدي أحميهم من أصدقائهم، من مشاكل عم بتصير بالسوق، ومن كل مسؤوليتي واعيهم على الموضوع. يعني ارفع دعوة على شركة معينة، ما بعرف قديش هيدي حيكون في عم شيء عن حل المسؤولية انا كوالد، وهي المشكلة حتكون مش بس محصورة على تيك توك، انا كوالد بدي انتبه على كل المضمون يلي اولادي عم بيستعملوه هذا على بشكل عام، اليوتيوب لكن ونتفليكس خلينا في وغيره. تيك توك. الموضوع صار شهيرا اليوم، الاتهامات حتى أخلاقية لا طبية نفسية فقط، حتى موضوع إشاعة ثقافة التكسب، لن أقول يعني كلمة أخرى، ثقافة التكبيس يسميها البعض، هذه المسابقات التي ينعتها البعض بالبلهاء أو المسيئة حتى لكرامة الإنسان، شروط وفلان يفرض أو يطلب من فلان كعقوبة أن يدلق سائلا ما على جسده، يعني الأمور ذهبت بعيدا على ما يبدو، أو هكذا يقول المراقبون. هذا المضمون بيولد ضغط نفسي على الافراد، لانه اذا غيري عم يعمل انا المفروض اعمل، يعني متوقعين مني اعمل، او اذا صار في تشهير عني انا قررت ما شارك، صرت انا ماني موجود بهذا المضمون حتى مع الكسب السهل الاصدقاء وثقافة والمجتمع العمل اللي فيه. يعني مستهدفة. واكيد هذا بيأثر على افراد شخصيا هن بفئات يكون بالمدرسه او بالجامعه، وكمان على اشخاص اكبر اللي هن بشغلهم عم بيكون عندهم هذا الضغط، وهذا كله عم يجي من المضمون الرائج اللي على تيك توك. أشكرك جزيل الشكر من دبي، المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي. وعن خطر تطبيق تيك توك في